اخوتي المغاربه، جبت لكم خبر زوين. وهي هي هي وحنا الاولين، حنا الاولين، حنا الاولين في السعايه. تسول احترافي دير حالة في البلاد، في الدار البيضاء بوحدها كاين 30,000 سعاي محترف. التسول في المغرب هو القطاع الوحيد المهيكل والمنظم، والناس ديالو عمرهم تشكاو من تقصير الدولة، عكس لوبيات التجارة والصناعة اللي تتدي الفلوس بالخناشي وتضل تبكي على الدولة باش تساعدها. والمتسولون تيستمروا فلوسهم في البلاد، ما تيهربوهاش عباد الله للخارج. زيادة على هذا الشيء، قطاع اليد الممدودة تتجدد الهياكل ديالو بنفسو، وتيدير البيرسونيل ديالو التكوين المستمر والروسيكلاج باش يبقى غادي مع تطورات العصر. فصائل التسول في البلاد اشكال والوان، كاين السعايه المكتوبه اللي تعرفوها مستعملي الحافلات، وكاين نعم سيدي السعايه الصامته ديال العيالات اللي شادت حق الله المفتوح وحده كنعرفها بعدا انا 50 وهي شاده حق الله. اما الفصيل المشهور فهو ديال العاهات الجسديه، وهذا الفصيل ولات فيه الابداعات كثيره، وربما كاينين ورشات لصناعه العاهات بتقنيات عاليه. وما نساوش السعايه اللي تيطلبوا في الموسيقى والتنشيط الفكاهي، وهادو راه بيني وبينكم دايز فيهم الصدقة. عن أقل كتلقاه كيخطف ابتسامة من الوجوه في الطوبيسات والمقاهي، وأحسن بكثير من بعض الأشبال الفكاهيين في التلفازة اللي تيقلقوك بالفقصة وتيديولك فلوسك صحة من الاقتطاعات ديال الضريبة.